في عندنا تطبيق إن شاء الله راح ندخل عليه الآن، تطبيق اسمه أدفرت سويت، تمام؟ من خلال هذا التطبيق أوقف هذا اللي يعمل بلوك للإعلانات ونعيد تحميل صفحة. التطبيق بكل بساطة هو ده، هذا التطبيق بيعطيك يعني بيعطيك باختصار يعني إعلانات سواء على فيسبوك، إنستغرام، جوجل ويوتيوب، أربع منصات فيسبوك، إنستغرام، جوجل واليوتيوب، بيعطيك الإعلانات العملاء تبع المنافسين تبعك عفوا، وبيعطيك فكرة عن المنتجات. فأنا يعني ليش أنا عملت أصلا الحصة هذه وحاولت أني أجمع فيها كل المتدربين والدورات السابقة ويعني والناس العامة عشان الفائدة تكون أكبر. هذه كمان المحاضرة راح تكون مسجلة وراح نرسلها للإخوة عشان يستفيدوا من هذه المرحلة، لأنه إحنا كنا مثلا يعني بنعطي درس عن كيفية اختيار المنتجات، بس الناس ما بتفهم ما تستوعب، يعني حتى لو تشرح تعطيها الأساسيات وكذا بس يكون عندها يعني بتكون تائهة شوية، ما بتعرف أي منتجات راح تبدأ فيها، ملابس، مطبخ، ألعاب، إلكترونيات، على أي منتجات راح تشتغل، تمام؟ ويصعب يعني وتكون عندها كمان صعوبة إنه تلاقي يعني المنافسين تبعها وتأخذ فكرة عن الفيديوهات كيف بتكون معروضة، عن الصور كيف بتكون، عن الإعلان، عن الموقع. يعني هذا بيعطيك نبذة عن منافسينك، يخليك إنك تشوف كيف هم بيشتغلوا، أنت تحاول إنك تتغلب عليهم. يعني فبتشوف غالبا شوف كل العمل كل المواقع يعني غالبا ما بتلاقي ده بدنا نقول يعني تلاقي مميزات ميزات وتلاقي كمان نقاط ضعف، في نقاط قوة ونقاط ضعف. فأنت بحكم أو أنت بحكم إن شاء الله ما شاء الله يعني التعليمات اللي أخذناها في الدورة ممكن إني أستعملها وأخذ يعني أستفيد من المنافس تبعي، أخذ فكرة عن المنتج، أخذ فكرة عن الإعلان تبعه، أخذ فكرة عن طريقة عرض الإعلان، أخذ فكرة عن الموقع. فأربع أشياء ممكن أستفيد منهم عن طريق التطبيق هذا، كتير ممتاز وقليل قليل جدا 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 اللي بيعرف. حتى يعني بتلاقي الناس يعني أصحاب المسوقين واللي ناجحين في المجال ما يحب يعني حتى اللي أصحاب القنوات اللي عندهم قنوات كذا ما يحب يعرض هذا على العامة. ليش؟ أنه بيحب أنه يعني يتحفظ به نفسه، يتحفظ به نفسه ويعني ويشتغل به هو. فأغلب المسوقين الكبار بيشتغلوا بطبيعة الحال، ما بيشتغلوا بالمنصة، يعني ما لازم نعطيها 100%، تمام؟ بس بطبيعة الحال يعني باخذ فكرة عن اللي موجود، تمام؟ اخذ فكرة عن المنتجات، اخذ فكرة عن المنافسين، اخذ فكرة عن الأسعار، اخذ فكرة عن الموقع، عن كذا. وطبيعة الحال لازم اني اغيره واشتغل عليه على حسب قدراتي وحسب الطريقة عملي. خلونا ناخذ مثال بسيط. انا دخلت على الموقع اسمه ادفيرت سويت، تفتح فيه حساب. طبيعة الحال هو مو مجاني، تكلفته 87 دولار تكلفه الموقع، تمام؟ بس يستاهل ال 67 عفوا مو 87 67 بس يستاهل، لانه اللي بيعطيك اياه بيغنيك عن ربما 3 4 ايام 5 ايام بحث، وممكن ما تلاقي نفس النتيجه، لأنه كيف راح تلاقي أنت المنافسين إعلاناتهم؟ يعني بيصعب عليك أنك تلاقيهم، تمام؟ فإحنا ناخد مثال، مثلاً نبحث في الدولة، هون بيعطيك الفورم هذا، بيعطيك تفاصيل، أنت تختار البلد، تختار الموقع، أي موقع شغال عليه، شوبيفاي أو ووكوميرس أو تمام، اللغة كمان، لغة الإعلان. نبدأ مثلاً نختار السعودية كبلد، ونيجي هون نختار مثلاً اللغة العربية عربيك مثلاً، ونضغط سيرش بس نشوف كده نشوف مثلاً. احنا الآن أنا فتح معي بعض الإعلانات المعروضة على السعودية، مثلاً هذه قسيمة شراء مجانية، مثلاً هذا نون يلو. إذا ضغطت على العلامة الاستفهام هذه بيعطيك تفاصيل كمان، بيعطيك تفاصيل كبيرة، بيعطينا الإعلان
كيف شكله بيظهر، الوصف، الصورة، تمام؟ بيعطيك احنا بعدين يعني راح نشرح كيف انه انتقي المنتج. انا بس عملت كده مثال كده على السريع، وبعدين راح نخصر فيه. عندك 14 تشير، 81 كومنت. الموقع هو ده، رابط الموقع، شوفوا عندك URL رابط الموقع. وامتى بلش الاعلان؟ بلش الاعلان يوم 14، تمام؟ يوم 14 بدأ الإعلان، يعني بدأ الإعلان شغال. يعني هون بيعطيك بعض المعلومات، صاحب الإعلان ما خصص، ما عمل تخصيص للمعلومات. هون بيظهر لك الموقع، شكل الموقع. فأنت كده بتاخد فكرة. خلونا نعمل ناخد مثال تاني. شوفوا مثلا هذا، لقد أضاءت قريبة نهاية مدير سوبر ماركت. شوف مثلا هذا مضحك شوية، هذا إعلان في السعودية، فيديو، تمام؟ هاي الفيديو، يعني تبع الإنارة، في عنده 102 كومنت وفي 13 مشاركة. فهذا أنا بشوفه بحد ذاته يعني في السعودية كمنتج يعني إلى حد ما ممتاز. ليش؟ بعدين راح أشرح لكم كيف بنعمل تقييم للمنتج، هل شغال أو مو شغال. بعدين سأرجع يعني أشوف أسئلتكم، إذا في أسئلة بعدين سأرجع له. نتفليكس مثلا، على بدنا نقول في كتير يعني، يعني قد ما انت بتنزل قد ما بيفتح معك، يعني بيعطيك افكار تانية ويعني وشغل تاني بيعطيك اياه، تمام؟ قد ما نزلت هذا كله على السعودية. طب الحال اذا بدك تختار انستغرام او جوجل، في عندك فوق هون على اليسار عندك انستغرام، جوجل، يوتيوب. فاذا ضغطت كده بتختار، كمان يظهر لك كمان الاعلانات على الانستغرام، ضغطت على جوجل يظهر لك كمان اعلانات الجوجل. حلو، خلونا نختار مثلا نختار انجلترا، يونايتد كينجدوم، نغير اللغه نخليها كده مفتوحه. نختار مثلا، نتعمق شوي في البحث، نختار مثلا مواقع شوبيفاي. مواقع، لما نقول مواقع شوبيفاي يعني نقول دروب شيبينج، ربما كلكم تعرفون موقع شوبيفاي، تمام؟ هون عندك انترست، تختار كمان حتى الانترست، يعني كازينو، كريبتو، فيتنس، تمام؟ هادو الأصناف. بدك تختار مثلا نساء أو رجال، الاد بوزيشن مثلا وين، نيوز فيد أو سايد كولن، يعني بتكون على الوسط أو على الجنب، تمام؟ الإعلان بدك يا فيديو أو صورة، شو نوع الإعلانات اللي أنت بدك تشوف؟ إمتى يعني الإعلان، يعني إمتى، من وين اشتغل هذا الإعلان؟ من وين بين وبين، يعني بين التاريخ مثلا اليوم أو الأسبوع اللي فات أو الشهر اللي فات، ممكن تختار، تمام؟ وفي هذه أهم شيء وأهم خاصية، أهم خاصية عندنا في البحث عن المنافس، اللي هي دي، انك تختار الاعلانات اذا كانت اعلانات جديده، يعني احدث الاعلانات، هذه كتير ممتازه. واختار التفاعل مثلا، يا اما على الكومنت، كومنتات، عدد الكومنتات، او عدد التشير، يعني عدد المشاركه. فاذا كان في بعض الاعلانات، يعني لما بيكون منتج مثلا دروب شيبينج، يكون منتج كتير حلو، يعني بيحل مشكل، يعني بيبهر اللي بيشوف الاعلان، بينبهر من هذاك الإعلان. فشو بيعمل عادة؟ إنه بيعمل مشاركة، بيشارك الإعلان مع أصدقائه كذا، لأنه بيشوف إنه هذا منتج ممكن إنه يفيد الناس، بيفيد العالم، فبيعمل له مشاركة. فمدام هذا الإعلان في عليه مشاركات كثيرة، هذا دليل إن هذا المنتج شغال، بيجيب مبيعات. فإذا اشتغلت به أنا ونزلته واشتغلت فيه، فكن أكيد إنه رح يجيب لك مبيعات. حلو، خلونا نبدأ بنيوست، يعني الجديد، نضغط كده اللي رفع ايده عشان الأسئلة، بس أخلص الشرح
وبعدين أخذ أسئلتكم إن شاء الله. شوفوا مثلاً أنا اخترت يعني بريطانيا اللغة، اخترت يعني الإعلانات الجديدة الآن، إعلانات الجديدة خلينا نشوف كده، هذا الجديد يعني بحيث جديد ممكن يكون منتج، ممكن يصير يعني منتج ما عنده قيمة يعني منتج مو شغال. طب إحنا كيف راح كيف سنختار المنتج اللي عليه مشاركات، تمام، عليه مشاركات وكومنتات، مادام في تفاعل وفي كذا فهذا يعني دليل على إنه هذا منتج ممتاز. شوف هذا الإعلان مثلاً، ماني عارف تسمعون الصوت الموسيقى ولا لا، ما بعرف. شوف هذا كتير والله حلو هذا، شوف الفكرة كيف، حتى لو بدك يعني تلاقيها على علي إكسبريس شوية لازم تبحث كتير. شوفوا شوف المنتج، ربما فهمتوا هذا عشان تعطي الأكل لابنك مثلا، والإناء ما يتم، شوف بالعربي يعني ما ينسكب أو كذا، ما يعني شوف حتى لو يلعب به بيضل الإناء ولا شيء بيطيح من الإناء، كتير ممتازة. والحلو فيه إنه هذا مثلاً كمنتج، كفكرة منتج كتير حلوة، جديد لسه جديد يعني، عليه 35 كومنت و16 يعني 16 مشاركة. شايف كيف؟ نشوف الموقع، شوف الموقع، نشوف موقعه، ها الموقع تبعه، موقع بسيط يعني، هذا موقع، هذا one product، منتج واحد، شايفين منتج واحد هذا. شوف في كومنتات، نزل الفيديو، حتى السعر ممكن تأخذ عليه فكرة، السعر 172 ليرة، غيروا للدولار عشان يكونوا محايدين، 24 دولار، 24 دولار. أنا مثلا هذا منتج شفته وقلت إنه ممكن يكون حلو راح يعجبني، نروح على علي إكسبريس ونحاول نبحث على هذا المنتج ونشوف سعره بكم في علي إكسبريس، تمام؟ ندخل على علي إكسبريس الآن، نكتب الاسم، نشوف إنه غالبا الاسم ما لازم يكون نفسه، بس راح نحاول نشوف إذا قريب عليه أو هو ده. تكلفته 3 دولار، تكلفة المنتج 3 دولار يعني 4 دولار بالشحن، تقريبا 4 دولار ونص هيكلفك، 4 دولار ونص، وأخينا هذا بيبيع المنتج ب 24 دولار، يعني 20 دولار ربح عنده، هامش ربح في المنتج هذا 20 دولار ربح، شايفين؟ هذا كفكرة منتج يعني كتير ممتازة، وعامل موقع واحد. يعني ليش أنا بقول لكم مسألة الدروب شيبينج كتير ممتازة؟ لأنه أي شخص في الدنيا ممكن يسوي متجر لإله، موقع دخل، تمام؟ حتى لو يكون منتج واحد، منتج واحد مش ضروري يكون عندك يعني كتير منتجات أو كذا، إن شاء الله يكون عندك منتج واحد، بس هذا ممكن يكون عنده منتجات أكثر من هيك، بشوف استنى، ربما عنده منتج واحد. تك ليرنمور ما عنده، عنده منتج واحد هو اللي دخلنا عليه، شايفين الفكرة كيف؟ يعني كيف الواحد إنه كيف إنك تلاقي أفكار منتجات بطريقة يعني ممكن تأخذ معك ربع ساعة نصف ساعة ممكن تلاقي. بس إخواني الكرام ركزوا على شغلة مهمة، شغلة كتير مهمة، أنا الآن لما اخترت في البحث بعدين سأرجع أسئلتكم، ممكن تطرحوا أسئلة ما في مشكلة. أنا لما اخترت newest يعني الجديد، خلوني أختار مثلا اللي فيه كومنتات كتير، تمام؟ أعطيك range comments range يعني يعني من صفر لألف كومنت، من ألف كومنت وفوق، خلينا نختار بس ألف كومنت يعني من صفر لألف، أو خليها كده ما نختار، يلا تمام خليها ألف، نشوف. طيب هادو يعني مش ضروري يكون جديد، بس في كومنتات كتير، شوفوا مثلا هذا في أكثر من ألف كومنت،
وفي 779 شير، شايفين كيف؟ وكده تاخذ فكره لا عن الملابس ولا عن المنتجات. وفي كتير يعني ملايين المنتجات، الواحد بس قد ما انت بتنزل في الصفحه قد ما بيعطيك افكار. شوف الساعه، شوف الساعه كيف حلوه هذه، وشوف عدد التشير الناس اللي عملت، يعني شوف اللايكات 15,000 لايك. شوف طريقة عرض الإعلان، يعني حتى الوصف مش كتير يعني، والصورة عامل صورة واحدة. هون بيعطيك تاريخ كمان، تاريخ العرض الإعلان، تاريخ عرض الإعلان بيعطيك أفكار، بيعطيك كتير أفكار. نشوف، أتمنى تكون وضحت لكم الصورة طريقة يعني كيف إني أختار. راح أحاول أخذ نشوف أسئلتكم المكتوبة، وبعدين أخذ أسئلة على المايك. طيب، ممكن المتجر يكون عدة أقسام ما لها علاقة ببعض المنتج مثل أكسسوارات ومواد غذائية؟ لا لا أخي، لا لا، ممكن المتجر يكون عدة أقسام ما لها علاقة ببعضها. لا لا، مش ضروري، لا ضروري يكون عندها علاقة ببعضها أخي كريم. إذا كنت في أكسسوارات خليك في الأكسسوارات، بس ممكن تكون قريب من الأكسسوارات، يعني تجميل، موضة، تمام، مش اكسسوارات ومواد غذائية يعني. لا لا علاقة. هذا الشيء راح يعني يقلل لك من أهمية العمل، يعني من المبيعات ما راح يكون كثير. طيب، هاي الفيديوهات بتكون من المورد نفسه ولا انا مسوق بس؟ لا، الفيديوهات بتكون من المورد اغلبها، مثلا على الاكسبرس بتكون يعني من 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 منه، وانت ممكن يعني انك تصمم فيديوهاتك لوحدك، بس غالبا طبعا الحال راح تجيب فيديوهات من عند المورد نفسه. اقمشة عبايات، والله على حسب. شوف انت عندك هون مثلا ممكن انك انت تختار مثلا كيورد، الكيورد وانت تكتب الكيورد تبعك، تختار كيورد وبعدين تختار اد تكست، وهون تكتب اللي انت بدك اياه. إذا في عبايات تكتب عبايات حسب البلد اللي أنت فيه. ممكن إذا اخترت مثلا انستغرام واخترت مثلا كتبت عبايات، راح تلاقي مثلا السعودية، راح تلاقي كتير بيعملوا يعني إعلانات على العبايات، وراح تشوف إعلاناتهم كيف شغالة وكذا. هو مسألة البحث، تختار بس البحث، هذا هو المهم. الموقع اسمه advertsuite.com، advertsuite.com، بعدين سأرسل لكم الرابط. جلال، ما الفرق بين الإعلان وإعلان فيسبوك؟ لا، الإعلان سواء كان على الفيسبوك، إنستغرام، جوجل، سناب شات، تويتر، هذا بنسميه إعلان، تمام؟ والإعلان بيكون عن على 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 عدة طرق، يعني بيكون إما إعلان بصورة أو بفيديو، صورة أو فيديو، تمام؟ هذا هو ال 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 فهون في عندنا مثلا كتير. خلونا ناخذ مثلا فكرة على منتج ونشوف مثلا، حاول اني اتعمق شوية، انزل تحت وناخذ فكرة ونروح نشوف على الاكسبرس قد ايش السعر عشان تشوفوا هامشية الربح. فشوف انا يعني انا بصراحة عن تجربة، انا الان يعني بالرغم انه عندي يعني موقع ومواقع تبع التجارة الالكترونية، بس لغاية الان دائما يعني هي صارت زي الهواية، ده بدنا نقول زي الهواية، مسألة بسيطة. خلاص بروح بشوف، بختار منتج بيعجبني المنتج، وخلاص أبدأ بشتغل فيه، بسوي صفحة، إن شاء الله نزل عليها منتج واحد وصوق عليه، وبيجيب كتير يعني بيجيب كتير مبيعات. شوف أخذ كده، بدي أخذ مثلا شوفوا مثلا هذا أحذية كمان، راح مثلا هذا في كتير إعلانات، إعلانات الملابس وخصوصا الملابس الشتائية كانت كتير. شايفين هذا كم مرة شفناه؟ كتير مرات.
هذو كلها منتجات عليها يعني عليها الطلب أكثر يعني. شوف خلينا نشوف مثلا، راح نجرب الآن إعلان اللي فيه التشير كتير، مشاركة اللي فيه مشاركة كتيرة، سيرتش مود اللي فيه مشاركة، نختار التشير اد، سيرش اد، كان كمان موجود أدوات المطبخ موجودة. نعم هل يوجد خاصية بحث أكثر عن نقرات على رابط الإعلان؟ شوف في عندك الفيوز، وفي عندك يعني الفيوز المشاهدات، وفي عندك المشاركة والتعليقات واللايك والعرض والجديد، تمام؟ لأنه هو أنت راح تحكم عليه من خلال التشير. إذا كان كتير مشاركات وتعليقات فهذا دليل على أنه في كتير نقرات وكتير ضغطات. طبيعة الحال الناس ما راح تعلق على هذا المنتج وما راح تعمل له تشير وهي لسه ما ضغطت عليه وما راحت على الموقع، فهمت كيف؟ فهذه هي المسألة. شوفوا مثلا هذا كمنتج جدا بسيط، 52,000 500,000 لايك و52,000 كومنت و94,000 شير. انتوا عارفين التشير يعني المشاركة قديش بتجيب لك مبيعات، لانه يعني تبدأ يجيك اعلانات يعني بيجيك زوار بطريقة مجانية، تمام؟ المشاركة بتجيب لك زوار ومبيعات بطريقة مجانية، لانه هذا الشخص اللي يعمل مشاركة ممكن يكون عنده 5,000 شخص على الحساب تبعه انستغرام او فيسبوك ويعمل مشاركة، وهذيك ال 5,000 شخص ممكن يشوفوا منهم 1,000 شخص يشوف المنتج كذا ويعجبه ويدخل يشتري. خلونا نشوف هذا على سبيل المثال، هذا المنتج، نشوف طريقة العرض. شوف giveaway، عاملين giveaway 33,000، تك 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 تك، تمام. الشكل هذا الموقع، ندخل نشوف الموقع. الموقع في عنده مشكلة في الموقع هذا، بس راح ندخل. الصفحة مو شغالة، في عنده معطل في الموقع هذا. نرجع نشوف إذا في موقع تاني، منتج تاني. بدي بس نشوف آخر 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 تيست، آخر تيست نعمله، نشوف المنتج ونروح نشوف سعره قديش على الـ هذا على علي إكسبرس مثلا. يلا نشوف هذا مثلا، ننوع شوية. شوفوا هذا في عليه 72,000 لايك شير و10,000 كومنت. هذا قديم شوية، هذا المنتج منتج شوية قديم، منتج قديم خلاص. هذا يعني استفاد منه واشترى وباع واشترى فيه وخلاص، راح على منتج تاني. نشوف منتجات تكون فيها تاريخ 2020، ما يكون 2018 2000. شوية تحت نعمل مثلا، نختار this month. نشيل هذه، نختار هون post date last month. نختار مثلا
لغاية شهر واحد. وين رايح أنا؟ نبدأ مثلا من شهر واحد، للآن اليوم 20، شهر 4، ممكن أفضل من 1000 إعجاب. ممكن، نعم ممكن تختار أفضل، ممكن كمان تختار الإعجابات. أيوة، وتختار كمان يعني هذا إعلان صبحي. لا، هذا مش إعلان مجاني، هذا الشيء إعلانات مدفوعة على منصة فيسبوك أو إنستغرام أو جوجل أو يوتيوب. طيب بالتاريخ ما أعطانا بصراحة، نرجع ونختار كده، خلينا نختار الجديد. أنا جلست بس على إنجلترا، نروح مثلا أمريكا. نشوف مثلا شوية، شوف قديش أفكار، يعني كتير أفكار. هذا كنا شفناه على علي إكسبريس، هذا المنتج جديد وموجود في علي إكسبريس. هذا وين راح؟ هذا الشيء بيروح بسرعة. وين اختفى هذا المنتج؟ هذا كنا شفناه، ربما كنا شفناه في الدورات السابقة. هذا الخلاط يعني بدون هذا، وفي عليه 71 شير وكومنت. خلينا نشوف سعره هذا قديش، ناخذ هذا كمثال. هاي المنتج، هاي الفيديو. Meet BlendJet One, the original portable blender. Enjoy smoothies at work. Make protein shakes at the gym. Perfect for traveling anywhere. So powerful, it crushes ice. So easy, it cleans. شوفوا على يعني هذا مثلا، هذا صاحب هذا أضاف شعار تبعه على الفيديو، لأنه هذا الفيديو ما راح يلاقيه يعني خصصه، عمل عليه تخصيص، عمل شعاره هون ونزل يعني صوت كمان، أضاف صوت واحدة تتكلم، يعني اشتغل عليه بشكل احترافي. شوفوا مثلا فري اكس يعني اكسبيديت يعني شيبينج، حاطين الفري شيبينج، منزلين يعني معلومات زي ما كنا بنتكلم عليها في الدروس. اخواني الكرام، نروح نشوف موقعه هذا اذا موجود او لا. لسه موجود، لسه شغال بين انه هلا كان في شهر 2 هذا، أو آخر شهر 1 كان. ممكن تشوف الصين، وفي الصين موجودين أهو. المنتج يا إخواني، السعر 299 ليرة. نشوف، نغير هذا، وين بيغير العملة عشان نشوف بالدولار. شوف كمان يعني طريقة يعني المنتج، وضع المنتج كتير ممتازة. شوفوا يعني منزل كذا صور تمام بالألوان، تمام منزل طرق الدفع، يعني بيعطيك بيقول لك إنه مثلا عندك 30 يوم ممكن تسترجع فلوسك. الوصف كمان، شوف الصور نظيفة وكذا، كلها صور ممتازة، شايفين. وشغلة كمان كتير مهمة، إنه هذا إذا بدنا نقول هذا محترف بشكل كبير، لأنه وصل إنه سوى براند تبعه، تمام. هذا منتج مش يعني هذا منتج مش يعني مش لإله كمنتج هذا، بس هو سوى عليه براند. يعني الشعار تبعه إذا أنتم شايفين، نزلوا على الموقع على المنتج وسوى براند تبعه، هذا براند يعني، فهمت كيف؟ فهذا من الدروب شيبرز المحترف أكتر يعني. فالأمر ما فيه إنك بتصمم براند تبعك، يعني بتصمم شعار وكذا، وبتتواصل مع المورد في الصين، وبترسل له
يعني الشعار تبعك وتقول له انه اي منتج بده يرسله لازم يطبع فيه اسم الماركه تبعه. فهذا سمى يعني عمل علامه تجاريه، مع العلم انه هذا المنتج مش له، اشتراه من الصين عادي من علي اكسبرس، تمام، اشتراه من علي اكسبرس، بس قبل هذا المزود يعني بيعمل لك البراند تبعك هون، بيطبع لك اياها وبيشحنها كده. العميل لما يعني لما يتوصل بالمنتج باسمك، يعني ماركه. وهذا من اكبر الناجحين في مجال الدروب شيبينج، كمان بيكون بيشتغل على البراند تبعه، براند انه انت لما تدخل مثلا على موقع وبتلاقي اسم الشعار، اسم الموقع هو اللي موجود في هذا، فانت تفتكر انه هادو هم مصنعين هذه الماركه، هذه البراند، مع العلم انه هو ما له اي شيء، هو بس دروب شيبرز، هو بس عباره عن دروب شيبر، بس بياخذ المنتج بيشحن يعني من الصين، ما في اي شيء يعني، ولا يعني ما هو مصنع منتجات وما هو عامل اي شيء، بس مساله تواصل، تواصل مع هذا وارسل له البراند وهو يعني نزلها على المنتج وخلاص وبيشحنها. شفتوا؟ شايفين كيف؟ تمام إخواني الكرام، فهذا كان بس يعني كان بين قوسين، عشان هون هذا بيعطينا العملة، الصرف العملي يعني تقريبا 50 دولار 200 و300، يعني تقريبا في حدود 50 دولار، هذا في حدود 50 دولار، بس ممكن نلاقيه أقل بكتير، أقل بكتير بكتير بكتير، ممكن تلاقيه ب9 دولار ربما، تقريبا سعره 9، تقريبا 9 10 دولار في هذه الحدود. احنا كنا شفناه في آخر مرة، كنا شفناه بس عشان أرجع له، ما بعرف وين أرجع له، ما بعرف. طيب إخواني الكرام، خلاصة اللي اشتغلنا عليه احنا اليوم، كان يعني الفكرة انه يعني انه تساعدكم منصة اللي هي Advert Suite عفوا، بتعطيك فكرة عن يعني المنافسينك، قديش يعني بتشوف إعلانات المنافسين تبعك، شو هم إعلاناتهم، بتعطيك فكرة عن المنتجات، بتعطيك فكرة عن الأسعار، بتعطيك فكرة عن هذا البلد مثلاً، شو المنتجات اللي شغالة فيه، اللي تشتغل فيه، اللي تنباع فيه. يعني مدام هذا الشخص عامل إعلان والإعلان هذا فيه عليه كومنتات كتير ومشاركات كتير ولايكات كتير، فهذا دليل على هذا المنتج مربح، تمام، منتج مربح وشغال. إذا أخذته أنا واشتغلت فيه فعندي 90% ضمان إنه منتجي راح ينباع إن شاء الله، تمام. هذه من أهمية الأشياء. وكمان بشوف الموقع تبعه كيف أموره، بشوف يعني أفكار عن الفيديوهات، بأخذ فكرة عن الفيديو، ممكن حتى أخذ فيديوهات من عندهم، تمام، لما بشوف الفيديو ممكن أخذ الفيديو يعني أنزل عندي الفيديو وعدل عليه، ويعني ممكن إني أشتغل به، تمام. بتاخذ افكار يعني فكره عن الاسعار وعن المنتجات وعن المنافسينك وحتى عن المواقع. هذا مفتاح، اذا بدنا نقول مفتاح الدروب شيبينج، يعني بدل انك تمر من عمليه انك يعني تضيع وقت كتير واسبوع اسبوعين وانت تبحث اي منتج راح اشتغل به وكذا، ممكن بمنتج واحد، موقع واحد، منتج واحد يكلفك يوم شغل، خلاص من بكره تبدا المبيعات وتبدا الامور يعني تتيسر. بس طبعا حال لازم مراعاة بعض الأشياء، ما لازم مراعاة بعض الأشياء، ففي بعض الإعلانات ممكن تكون قديمة، المنتج يكون انحرق في السوق، هذا لازم إنك يعني تأخذ بالك من هذه الشغلة. ممكن تلاقي مثلاً منتج وفي عليه 100,000 كومنت، 100,000 شير، تمام، بس هذاك المنتج خلاص فهذاك البلد الناس اشتريته، ويعني كل الناس اشتريته وانتشر كتير، يعني خلاص الناس ما صارت في حاجة إله، انت تيجي انت اخر واحد وتعمل عليه اعلان، فان كده راح تكون خسران، تمام، راح تكون خسران. فهذه هي المرحله الحساسه، اخر مرحله حساسه هي انك تحط ايديك على الوتر الحساس، على المنتج اللي راح اقول لك خلاص انا المنتج اللي بتبحث عليه. كان هذا درسنا اليوم اخواني الكرام. كان بدي كمان يعني اكلمكم على دورة التسويق أو دورة التجارة الإلكترونية على حد الخصوص،
دورة تجارة إلكترونية، لأنه يعني غيرنا من وجهة الدورات، مش زي الدورات السابقة. أنتوا اللي كنتوا معانا في الدورات السابقة يعني طريقة العمل كانت كده 3 أسابيع، 3 أيام في الأسبوع، ساعتين بنشتغل على طول ومحاضرة جماعية. إحنا أنا الآن غيرت من طريقة الـ هذا، ويعني وعملنا دورة جديدة مختصة في التجارة الإلكترونية من الألف إلى الياء، وخصوصا الدروب شيبينج. يعني سواء دروب شيبينج أو عندك منتجاتك، هذه الدورة بتخص أصحاب التجارة الإلكترونية بالأساس، كيف ينشئ مشروعه، كيف يشتغل على الأمازون، كمان أمازون كل تفاصيله، أمازون FBA والأمازون سيلر، كيف ينشئ علامة، يعني علامته التجارية، وطبيعة حال التسويق عليها، الإعلانات على فيسبوك آدز، إنستغرام، سناب شات، تويتر، كيف يعمل السيو يخلي موقع هو الأول في محركات البحث، تفاصيل كمان البنك، أي بنك يختار يشتغل معه، كيف يفتح حساب بنكي، إذا كان لازم يفتح شركة كيف يفتح شركة بأقل التكاليف، حتى شركة شخصية مثلا في يوم واحد يفتح يعني يفتح شركته ويصير قانوني، تمام. طريقة اختيار المنتجات، شو طريقة الاختيار، طريقة الشحن مثلا، في عنا طريقة كيف إني أخلي الشحن سريع، أسرع من هذيك، يعني أسرع، يعني مثلا بدل ما الشحن يأخذ 45 يوم يأخذ مثلا 14 يوم أسبوع، تمام. هذا الشيء كمان يعني عاد دروب شيبينج. طريقة إنشاء المتجر كمان من ألف إلى الياء، عن طريق منصة شوبيفاي أو عن طريق منصة ووردبريس، تمام. وكتير كتير تفاصيل، مثلا طريقة التعامل مع العميل لما يتواصل معك عن طريق البريد، كيف تعمل الشات بوت اللي هو رسائل أوتوماتيكية، بحيث إنه العميل يفتكر إنه هو بيتكلم معك، بس هو ما بيتكلم معك، يتكلم مع روبوت بيجاوبه، من خلال إنه الروبوت هذا بيقرأ، يعني بيدرس الرسائل، أنت راح يعني بتعطيه رسائل أوتوماتيكية بتقول له إذا العميل في رسالته كانت الكلمة دي، كانت الشحن جاوبه كده، إذا كانت كده جاوبه كده، فبتعطيه يعني أسئلة مسبقة، وهذا الروبوت بيجاوب بدالك، يجاوب حتى لو أنت مش موجود. فأي شخص دخل على موقعك يفتكر إنه هو بيتكلم مع 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 شخص في الأخير هو يعني يتكلم مع روبوت، هو اللي بيجاوبه، على انطلاقا من البحث اللي بيعمله في الكلمات اللي بيكتبها هذا العميل. فهمتوا كيف؟ فهذه كمان موجودة. طريقة كمان كيف يعني كيف إني أدير مشروعي، كيف إني أعمل خطة تبعه، كيف إني أسوي الفيديو الإعلاني، كتير 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 نقاط. يعني أنا لما بقولكم من الألف إلى الياء في مجال التجارة الإلكترونية، فمن الألف إلى الياء. والحلو في يعني في الدورة هذه إنه دورة فردية أكثر ما إنها هي جماعية، لأنه الدورة بيكون عندنا حصة واحدة جماعية كل أسبوع، تمام. وما فيش تقييد بالوقت، يعني ليش؟ لأنه الفيديوهات مسجلة مسبقا، والفيديوهات مسجلة عبارة عن فيديوهات قصيرة، لأنه الاشتغال بيصير عن طريق تطبيق، والفيديوهات بنزلها واحدة ورا واحدة، مش كلها في مرة واحدة، كل يوم بنزل مجموعة فيديوهات قصيرة، عبارة عن مثلا كل فيديو فيه 5 دقائق 10 دقائق، وفي عندنا تطبيق بيكون خاص بيني أنا وبين المتدرب، ما فيش جماعي، كل واحد يعني كل واحد دورته خاصة به، يعني ولا واحد يعني في المجموعة ولا واحد بيعرف منتجك، بيعرف شركتك، في خصوصية تامة بيني وبين المتدرب، وبتكون يعني بيكون التطبيق خاص بيني وبين المتدرب، بيكون فيه طريقة الاشتغال عبارة عن نقاط بنسميها تو دو ليست، مثلا اليوم شو لازم تسوي، لازم تفتح شوبيفاي، تروح تعمل كده، تروح تعمل موقع، تصمم شعار، تعمل كده 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 كده، وهذا كله مشروح في فيديو مسجل بشكل مبسط. ليش؟ لأنه الفيديوهات اللي كنا عملنا يعني التسجيلات اللي كنا بنعمل في المحاضرات المباشرة، الإخوة بيتعذر عليهم، بيقول لك والله ساعتين وين راح ألاقي طريقة إضافة القسم أو إضافة القائمة على الموقع، كيف هذا يعني لازم إني أشوف الفيديو كله ساعتين ويبحثوا فيه ممل وكذا. فهذا لا، هذا فيديوهات مركزة عندها علاقة بالضبط باللي احنا بنعمله باللي لازم تعمله، وبيكون تواصل بيني وبين المدرب بشكل
يعني دائم عن طريق واتساب بينه وبينه خاص، وعن طريق الزوم بيكون في محاضرات بينه وبينه بنخصصها كل واحد وحسب وقته. ما فيش يعني ممكن أي واحد مثلا من بكرة يبدأ الدورة، من الأسبوع الجاي يبدأ الدورة. ما فيش مثلا مش زي الدورات اللي بنعمل فيها حتبدأ حتبلش الساعة كم، تاريخ محدد ووقت محدد، لا كل واحد يبدأ، لأنه بتكون محاضرة فردية. فهمت كيف؟ وبتكون محاضرة مش يعني محاضرة جماعية، هذه بس عشان زي كده يعني بنشارك مع بعض وبنجاوب على بعض الأسئلة العامة وكذا. أما المحاضرات الخاصة بتكون أغلبها بيكون الفيديوهات المسجلة، وبيكون تواصل على الواتساب أو على السكايب كمان أو على الزوم كمان. فبنعمل محاضرات ممكن تكون لقاء بيني وبينك مثلا ربع ساعة، ممكن نص ساعة مثلا، اختيار المنتج ضروري بنلتقي أنا وياك خاص يعني رأس الرأس، بنفتح الزوم وبنشتغل أنا وياك، بنختار المنتجات شو هي كذا كذا كذا، بنحدد كأنه أنا اللي راح أختار المنتجات لموقعي. فهمت كيف؟ فبنختار المنتجات مع بعض، بننزلها، بعدين انت بتروح بتنزل منتجاتك كذا. بعدين في عندك الطرق الثانيه، في بعض الشيء اللي راح تعمله لوحدك ما انك محتاجني انا، يعني هذا بتعمله انطلاقا من الفيديوهات اللي راح اعطيك اياها، وكل فيديو صغير يعني. تمام؟ مثلا انشاء الحساب البنكي، هذا بطلب اني انا اكون معك عشان ما تخطأ. طريقه الدفع مثلا، طريقه الدفع نختار ايزيكو ولا نختار سترايب ولا نختار باي بال ولا كذا وكذا، كل واحد حسب طبيعة عمله، طبيعة شغله، البلد اللي يشتغل فيه. تمام؟ كل واحد وحالته الخاصة. فإن شاء الله ها يعني بنشتغل بهذه الطريقة. مثلا طريقة الدفع أنا وياك يعني بنعمل زوم، بندخل أنا وياك وبناخذ وقت محدد ربع ساعة نص ساعة، وبنروح بنسجل وكذا، بنسجل طريقة الدفع بنظبطها كله. مثلا تواصلنا مع المزود كمان نفس الشيء، بكون معك بندخل بنفتح الإيميل كذا كذا كذا، بنتواصل مع العميل شو الايميل اللي راح نكتب له كذا. اخواني اللي مثلا بده يفتح مثلا شركه في بريطانيا، بده يفتح مثلا شركه خصوصيه مثلا لا في تركيا وكذا، بنناقش الوضع مع بعض، بنلاقي الحلول مع بعض، ويعني وبنشتغل فيها مع بعض. في بعض النقاط اللي ما تستاهل، مثلا نقول لك منتج روح غير الوصف، هذا انت بتغيره لوحدك، هذا انت يعني الاشياء اللي بنعمل فيها لقاء خاص بتكون اشياء لها علاقه بيني يعني، الى ضروري اني انا اللي اكون يعني حريص عليها عشان ما تعمل اخطاء وما تلخبط يعني. تمام؟ ويعني المحاضرات تقريبا في عندنا مسبقا، والفيديوهات المسجله عباره عن فيديوهات قصيره، لانه الاشتغال بيصير عن طريق تطبيق، والفيديوهات بننزلها واحده ورا واحده، مش كلها في مره واحده. كل يوم بنزل مجموعه فيديوهات قصيره، عبارة عن مثلا كل فيديو فيه خمس دقائق 10 دقائق. وفي عندنا تطبيق بيكون خاص بيني أنا وبين المتدرب، ما فيش جماعي، كل واحد يعني كل واحد دورته خاصة به، يعني ولا واحد يعني في المجموعة ولا واحد بيعرف منتجك، بيعرف شركتك، في خصوصية تامة بيني وبين المتدرب. وبتكون يعني بيكون التطبيق خاص بيني وبين المتدرب، بيكون فيه طريقة الاشتغال عبارة عن نقاط بنسميها تو دو ليست، عبارة عن تو دو ليست. مثلا اليوم شو لازم تسوي؟ لازم تفتح شوبيفاي، تروح تعمل كده، تروح تعمل موقع، تصمم شعار، تعمل كده 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 كده. وهذا كله مشروح في فيديو مسجل بشكل مبسط. ليش؟ لأنه الفيديوهات اللي كنا عملنا يعني التسجيلات اللي كنا بنعمل في المحاضرات المباشرة، الإخوة بيتعذر عليهم، بيقول لك والله ساعتين وين راح ألاقي طريقة إضافة القسم أو إضافة القائمة على الموقع كيف هذا، يعني لازم إنه يشوف الفيديو كله ساعتين ويبحث وفيه ممل وكذا. فهذا لا، هذا فيديوهات مركزة عندها علاقة بالضبط باللي إحنا بنعمله باللي لازم تعمله، وبيكون تواصل بيني وبين المدرب بشكل يعني دائم عن طريق واتساب بيني وبينه خاص، وعن طريق الزوم بيكون في محاضرات بيني وبينه بنخصصها كل واحد وحسب وقته. ما فيش يعني ممكن أي واحد مثلا من بكرة يبدأ الدورة، من الأسبوع الجاي يبدأ الدورة. ما فيش مثلا مش زي الدورات اللي بنعمل فيها حتبدأ حتبلش الساعة كم، تاريخ محدد ووقت محدد، لا كل واحد يبدأ، لأنه بتكون محاضرة فردية. فهمت كيف؟ وبتكون محاضرة مش يعني محاضرة جماعية، هذه بس عشان زي كده يعني بنشارك مع بعض
وبنجاوب على بعض الأسئلة العامة وكذا. أما المحاضرات الخاصة بتكون أغلبها بيكون الفيديوهات المسجلة، وبيكون تواصل على الواتساب أو على السكايب كمان أو على الزوم كمان. فبنعمل محاضرات ممكن تكون لقاء بيني وبينك مثلا ربع ساعة، ممكن نص ساعة مثلا، اختيار المنتج ضروري بنلتقي أنا وياك خاص يعني رأس الرأس، بنفتح الزوم وبنشتغل أنا وياك، بنختار المنتجات شو هي كذا كذا كذا، بنحدد كأنه أنا اللي راح أختار المنتجات لموقعي، فهمت كيف؟ فبنختار المنتجات مع بعض، بننزلها، بعدين أنت بتروح بتنزل منتجاتك كذا، بعدين في عندك الطرق الثانية، في بعض الشيء اللي راح تعمله لوحدك ما أنك محتاجني أنا يعني، هذا بتعمله انطلاقا من الفيديوهات اللي راح أعطيك إياها، وكل فيديو صغير يعني، تمام؟ مثلا إنشاء الحساب البنكي، هذا بتطلب إني أنا أكون معك عشان ما تخطأ. طريقة الدفع مثلا، طريقة الدفع نختار إيزيكو ولا نختار سترايب ولا نختار باي بال ولا كذا وكذا، كل واحد حسب طبيعة عمله، طبيعة شغله، البلد اللي يشتغل فيه، تمام؟ كل واحد وحالته الخاصة. فإن شاء الله ها يعني بنشتغل بهذه الطريقة. مثلا طريقة الدفع أنا وياك يعني بنعمل زوم، بندخل أنا وياك وبناخذ وقت محدد ربع ساعة نص ساعة، وبنروح بنسجل وكذا، بنسجل طريقة الدفع بنظبطها كله. مثلا تواصلنا مع المزود كمان نفس الشيء، بكون معك بندخل بنفتح الإيميل كذا كذا كذا، بنتواصل مع العميل شو الإيميل اللي راح نكتب له كذا. إخواني اللي مثلا بده يفتح مثلا شركة في بريطانيا، بده يفتح مثلا شركة خصوصية مثلا لا في تركيا وكذا، بنناقش الوضع مع بعض، بنلاقي الحلول مع بعض، ويعني وبنشتغل فيها مع بعض. في بعض النقاط اللي ما تستاهل، مثلا نقول لك منتج روح غير الوصف، هذا انت بتغيره لوحدك، هذا انت يعني الاشياء اللي بنعمل فيها لقاء خاص بتكون اشياء لها علاقه بيني يعني، الى ضروري اني انا اللي اكون يعني حريص عليها عشان ما تعمل اخطاء وما تلخبط يعني، تمام؟ ويعني المحاضرات تقريبا في عندنا